أنه هشام السيفي وحمزة الأحمر أقرب للوصول في هذه الأوقات القادمة. في جنوب أفريقيا في 2014 أقيمت الشان الثالثة وهذه كرة لصابر صابر خليفة صابر خليفة إيغايا تعدي الكرة ممتازة بن عمر بن جول جول فلا سعد بكير فلا بكير القدير يا سعد اللي عنده سعد يا سعد اللي عنده سعد هو سعد بكير هو سعد القدير يا سرية كبسية في الشباك الليبية والعسبقية للكاتبة التونسية نار 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 سعد بكير في البداية وأجمل هدية ساحلية محمد أمين بن عمر بالكرة الذهبية لليسارية الكابسية وسعد بكير يسعد الجماهير التونسية في 75 دقيقة لعب أول سيناريو بالبديل سعد القدير في هذه الأوقات أجمل اللحظات إذا تتغير النتيجة مشاهدينا الكرام أنا نقول وأن كاس مرجعك يخرج فخر الدين بن يوسف ويلعب بثلاثة لاعبي ارتكاز ياسر مريح محمد أمين بن عمر ويضيف لهم حمزة العمر سنتابع قرارات الثنائي كاس مرجعك وحاتم البساوي ماذا يفعل هنالك محمد أمين بن عمر سؤال لا يمكن أن ينتظر الكثير من الإجابة بن عمر الفنان وبكير الرسام فرحة سعد بكير والكابتن صابر خليفة ولد يابس بصراحة يابس يابس في الكورة